بالنسبة لأعضاء الهيئة المديرة، فما أقوى المضاربة في الإذاعة بين السي سمير بن رمضان والسي ياسين ناصر نجاح، معليش نشوفه في الأقوى. والله ما نشوف أنت تطورات الأحداث معناتها متراسلة، معناتها ربما واحد ما يعرفش كون حالين المشكلة مع الجامعة، الآخر يعرف. ما تعرف انت التطورات كانت لحظه بلحظه، معناتها احنا نتابعوا مع الجامعه اتسيتيرا، كي لقينا المشكل معناتها مع الجامعه الاساسي تحل ممر نتاع اتسيتو. انتم معناتها القراءه نتاع الجمهور ولا المستمعين ولا احباء النادي، القراءه المضاربه هو معناتها تطورات اليوم، معناتها تطورات الاحداث، هذا هو.